امبارح كانت الحلقة الثامنة من مسلسلات رمضان. خلونا نعرف ملخص اللي حصل امبارح في المسلسلات من خلال التقرير اللي نبقى محضرينه لحضراتكم، كل الأحداث اللي حصلت والتفاصيل المهمة اللي حصلت في المسلسلات هنعرفها من خلال التقرير ده. الحلقات الثامنة من مسلسلات رمضان شهدت امبارح أحداث جديدة ومشوقة. هنبدأ معاكم من الحلقة الثامنة من مسلسل الاختيار واللي جات بعنوان القرار. شهدت عرض تسجيل خطير للقاء بيجمع ما بين المشير طنطاوي ومحمد مرسي من أجل ترتيب فترة ما بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية. بيحاول مرسي جعل الاجتماع مع المشير طنطاوي منفرد، لكن المشير طنطاوي أكد ليه إن السيسي زي ابنه ووجوده ضروري. وبعدها تم عرض مشاهد حقيقية من هذا الاجتماع وحديث المشير طنطاوي مع مرسي عن إن السيسي يستطيع تحمل مسؤولية الدولة بأكملها. عرضت الحلقة فيديو من اللقاء الحقيقي ما بين المشير طنطاوي ومحمد مرسي في حضور السيسي عن العديد من الأمور الخطيرة، منها إن المشير طنطاوي حذر مرسي بأنه إذا حدث وقامت جهة بإضرام النار في البلد هتبقى مصيبة وما فيش داعي للحاجات دي. بيرد مرسي بأن ما يحدث شعور تلقائي شعبي وليس مخططا له، ليقطعه المشير طنطاوي بأن هناك تخطيط بالفعل. ويطلب مرسي من طنطاوي انعقاد مجلس الشعب، ليرد طنطاوي بالرفض قائلا معلش أنا أصرحق القول، هل أنا أقدر أعمل حاجة دلوقتي في مجلس الشعب؟ ليرد مرسي بآه حضرتك تقدر تلغي القرار. بيجيب طنطاوي لا أنا ما أقدرش ألغي القرار وليس من سلطتي أن ألغي القرار. بيرد مرسي ويقول حضرتك إلا أصدرت القرار. بيجيبه طنطاوي بأنه قرار محكمة. انعقاد مجلس الشعب أنا ما أقدرش أعمل حاجة، معلش أنا أصلحك القرار. انعقاد مجلس هل أنا أقدر أعمل حاجة دلوقتي في مجلس الشعب؟ حضرتك أعمل إيه؟ تلغي القرار. لا أنا ما أقدرش ألغي القرار، معلش مع احترامي ليه؟ ليس من سلطتي إن أنا ألغي القرار. أما في الحلقة الثامنة من مسلسل العائدون، بينجح هاني رمزي في اختراق القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية واللي بتبث من خارج البلاد، واقترح التعاون مع رئيس قناة إخوانية واللي بيجسد دوره الفنان محمود البزاوي، وده علشان يكون موجود في وسطهم ويتعرف على أفكارهم وتسريبها للأجهزة الأمنية في مصر. أيوة بس اللي أنا أعرفه إن أنت عمرك ما كنت معانا في قضيتنا ولسه عند موقف جميل بيه. وبدأت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل فاتن أمل حربي للنجمة نيلي كريم بمشهد فلاش باك أثناء تنظيف فاتن أو نيلي كريم للمنزل. جوزها سيف أو شريف سلامة كان موجود لكنه لم يظهر أي تقدير لتعبها أو مجهودها اللي هي بتبذله علشان قدمه تتعثر ويقع، مما أصاب فاتن بهستيريا الضحك وشكرت ربنا على انتقامه منه في نفس الوقت. أشكرك يا رب يا رب. بدأت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل الكبير أوي الجزء السادس باستعداد الكبير أو أحمد مكي وزوجته مربوحة أو رحمة أحمد وأولاده العترة وجوني للمرحلة الثانية من لعبة السبيط، وهي لعبة صيادين السمك. وفي اللعبة دي الكرة جت في الكبير وخرج ما مربوحة، فشهدت وقوع النجل الكبير جوني على الأرض، وعلشان الكرة ما تلمسهوش فهي قررت ان هي ترمي نفسها وتفاديه، وطلعت تقعد مع الكبير اللي بيعبر ليها عن امتنانه باللي فعلته وانقذها لابنه. وفي المرحلة الثالثة من اللعبة كيكة على العالي بينقسم جميع المشاركين لفرق مكونة من 4 أشخاص، مربوحة والعترة وجوني، بيتفقوا ان الكبير مش هيكون معاهم في الفريق ببساطة علشان هو ما عندهوش مهارة، وبيجيبوا بدل منه هدرس او محمد سلام علشان يحل محل الكبير في الفريق بتاعهم. دي دموع الفرح يا كبير. دي دموع الافتاج. تعرف يا كبير انا اخر حد شن في حضنك دي كان ام الله يرحمه امبو. اما احداث المسلسل الكوميدي مكتوب عليا بتتصاعد، وبدأت الحلقة الثامنة في منزل جلجل واللي اشترى الشرشوبة اللهلوبة هدية لوالدته.
في حين كانت سلمى أو هنادي مهنة في زيارة لمنزل جلجل ويتعرفت على أسرته بعد أن خدعها في الحلقة السابقة بأنه يوم عيد ميلاده. بعد كده بيروح جلجل لتوصيل سلمى بعد أن اكتشف أن جملة خرباها واللي مكتوبة على يده مقصود بيها ظرفة الدولاب. ممكن 50 جنيه أرجع بأوبر؟ بجد جلجل أقولك على حاجة، انت كل اللي أنا قلته ده، انت أحلى حاجة فيك إن بجد دمك خفيف بتقتلني والله. يلا باي. يا طبعا باي.